طيب عادل الصياد ابن عم صاحب المركب. يا عم عادل اهلا بيك. انا فندم زي السؤال. اهلا بيك. قول لي صاحب المركب او المعديه مات مش كده؟ الحمد لله. طيب ما فيش شك انه كمان يعني الناس بتتعامل معه لانه مسؤول على اعتبار انه المعدية والمركب كان ما فيش رخصة انتهت منذ عدة اشهر يعني. هل ده صحيح؟ يعني هو كان عارف ان رخصة المركب او انها متآكلة وما تنفعش تنقل البشر؟ استاذ وائل، احنا الاول في نكسي ماشي في كارثة. نعلي الصوت بس. احنا في كارثة يا استاذ وائل. طبعا ما احنا في كارثة ومش عايزينها تحصل تاني يا حضرتك طول ما المسؤولين والناس اللي قاعدين فوق قاعدين هتحصل تاني وتالت ورابع. حضرتك احنا تلقينا الخبر ده من ساعة ما تلقينا الخبر. احنا رحت عند المركب اللي بتغرق، اتصلت بمدير الإدارة بعت لي أربع عربيات إسعاف، اتصلت بالجماعة الأعضاء مجلس الشعب فتح الشرقاوي وعليها السلام إني نجحوا ييجوا يساعدوني. المهم رئيس القرية ورئيس المدينة ما عندهمش إمكانيات، موجودين مفيش إمكانيات. اتصلوا لنا بالإنقاذ، مفيش غير مراكب الصيد. مراكب الصيد يا أستاذ وائل هي اللي بتطلع الجثث. مراكب الصيد يا أستاذ وائل هي اللي بتطلع الجثث بتوع البلد. اتصلنا بالانقاذ النهري قال لك جاي في الطريق، جاي في الطريق بينه وبينه بتاع 10 15 كيلو تسوق. قعدنا ثلاث ساعات يا استاذ وائل نستنى الانقاذ النهري وموجودين. مفيش حد بينقذ حد واحنا بنموت. الشباب اللي فيهم اثنين من الاموات كانوا على البر وسلام نزلوا عشان ينقذوا الناس اللي جوه. ماتوا 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 يا استاذ وائل. طب اهدى، ما احنا عايزين نحط ايدينا على يا استاذ وائل. يا استاذ وائل اسمعنا الله يكرمك. اتفضل يا استاذ وائل. البلد لا فيها صرف صاحب اتعمل بقاله ثلاث سنين ما فيهاش راس وراضيين وبناخد على دماغنا وراضيين، لكن الجثث في المي. يا استاذ وائل انا بوجه رساله، اقسم بالله رساله يا رئيس السيسي، بقول له يا ريس لو المركب دي فيها سائح امريكي وغرق ما كنتش هتلاقي حد، كانت هتبقى الطيارات بتلف يا ريس، كانت هتلاقي الطيارات مش المراكب الانقاذ. ينفع يا استاذ وائل؟ ينفع يرضيك؟ سيبك من مات عاصي المسؤول اذا كان صاحب المعدية حاسبه. على فكره يا استاذ وائل الرخصه السليمه والسري والنائب العام انا بقول له بلاش يشوف الرخص. يعني هو في رخص للمركب؟ في رخص للمركب موجوده يجي الناس يشوفوها. انا بتكلم يا استاذ وائل فين الناس اللي كانت بتاخد المسطحات اللي بقول لك الرخص دي موقوفه بقالها قد ايه؟ يشوفوها موقوفه امتى؟ هم بيقولوا من شهر خمسه اللي فات. يا باشا الرخص سري وابعت وخلي النائب الكلام ده حتى قدام النائب العام. الناس اللي قاعده ديت البلد يا باشا مفيش حد ببص على البلد. البلد بقول لك حضرتك محدش بيعرف يمشي، كلك لابسين جزم طويله. البلد لا خوطيني الراس اللي صرف الصحي بقاله كام سنه بتعمل الكهرباء حضرتك لسه قايده دلوقتي اهوت. يا باشا احنا بنطلع تصاريح الجثث. يا وائل ايه رد عليا. انا سامعك اهو، انا سايبك تطلع احنا كل بنطلع عندي. تصاريح الجثث يا وائل ايه المحكمه اللي فيها وكلاء النيابه الكهرباء وضعت عندهم. الكهرباء قطعت عندهم وهم بيطلعوا تصريح الجثث. قطعت يا باشا وقعت عندنا واحنا بنطلع الجثث. وقعد رئيس المدينه وقعد مدير الامن وقعد الناس كلها. فبقول لرئيس المدينه يا ريس اتصل بالست المحافظ علشان يكلم محافظ اسكان الكهرباء دي تخفيف احمال ولا حاجه يجيبه عشان نشوف الناس تدينا فيها ايه. قال لي سكرتير المحافظ قاعد اهو. قلت له يا باشا انت ما تكلمش شط المحافظ علشان نشوف موضوع الكهرباء ده. طيب انت شايف ان كان ممكن انقاذ الناس لو كان ممكن انقاذ الناس لو كان في سرعه في الانقاذ؟ لا ما انا ايه احنا بقى يعني يا ريس بيقول لك لو الانقاذ ده موجود في مركز فوري كان خمس دقايق موجود.
مفيش لا في المحموديه البحيره يا باشا مفيش انقاذ جه من عندها جه اثنين وما اشتغلوش اللي اشتغل صيادين البلد وشباب البلد اللي اشتغلوا مفيش حد احنا بنموت القريه دي بتموت رئيس القريه ورئيس المدينه ما عندهمش امكانيات وخدوا دلوقتي خمسه حبسوهم ما لهمش ذنب الذنب فوق ازاي لو ما لهمش ذنب ازاي بس ما هم واللي فوق هو حد قال لك انه اللي فوق ده اللي فوق بيقول لك ما بيدير المشاريع اللي تحته طيب ما احنا زي ما انت بتقول فكرة التضحية بكبش الفداء المسؤول الصغير لا يعني لازم اشوف مين المسؤول اللي فوقيه اللي كان ممكن او اللي كان لازم يتابعه او يشوف ايه الامكانيات اللي بيحتاجها كل مسؤول يعني فانت شايف انه مش الخمسة اللي اتقبض عليهم اللي محبوسين دلوقتي مش هم المسؤولين بس كبش فداء ست المحافظ ده لا يسأل ليه الراجل لسه جاي من السلم لسه جاي لسه جاي الراجل ما انا ما لسه ما شافش الدين فيها ايه قدام منه في المحافظه القريه ديت يعني انا مش عارف والله صرف صحي يتعلم في ثلاث سنين ويقول لك طب نرزف يقول لك لا ده يبقى غير ملعب طب يا عم اعمل لنا شويه حجاره حطوها في الطريق نمشي مفيش طب يا عم الكهرباء بتقطعها عندنا ليه؟ عندنا عيال في الكليات وعندنا عيال في المدارس مش عارفين الطوابين يا راس الكهرباء لما بتقطع الطوابين ما بتشتغلش ما بنلاقيش ناكل ويقول ايه؟ رئيس المدينه رئيس المدينه هيعمل ايه؟ ان ما كانش تيجي من رئيس الوزراء يا 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 وائل بيه انا سامعك كمل طب انا هسالك سؤال والله لو والله والله لو والله تجاوبني عليه بصراحه اتفضل لو المركب دي فيها واحد اسرائيلي ولا امريكي ولا اي حد كانت الدنيا قعدت وائل بيه يعني انت عايز تقول انه دم المصري رخيص يعني لكن دم المصري رخيص لما الرئيس السيسي عمل الضربه في ليبيا قلنا المصري هيبقى ليه كرامه دلوقتي ما عندوش كرامه ما عندوش كلام يموت احنا نموت انا ما قلتش رد علي وقلبي يرضيك طيب انا بوصل رد علي يرضيك من السك انت يرضيك لو واحد اجنبي غير كان الوضع هيبقى كده لا هو سواء اجنبي سواء مصري هنا لازم الاهتمام بحياة البشر صحيح انت بتقول يعني لما بيبقى الضحايا اجانب يعني بيبقى فيه اهتمام كبير لانها بتسمع دوليا وبتأذينا اقتصاديا لكن كمان حياة المصري نفسه المصري ده يعني انا بدمر عائلات وكمان منظومة فساد بتنتقل من مكان لمكان بيموت فيها البشر فان شاء الله دم المصري مش رخيص يا عم عادل وان شاء الله يعني القصاص العادل هيحاسب الجميع والاهم ان ده ما يحصلش تاني بتوجه لك بالشكر الف شكر